لأنه سرطان الكولون سرطان جداً شائع، ولأنه شهر أدار هو شهر التوعية للكشف عن سرطان الكولون، تعالوا نتعرف على عوارض هذا السرطان. إذا كان عندكم أي تغير بحركة الأمعاء، يعني كتام أو إسهال عم يتكرروا، إذا كان عندكم أي نقص بالوزن غير إرادي وغير مفسر، إذا شفتوا دم بالخروج، إذا كان عندكم تعب أو إرهاق، أو على فحص الدم بيّن عنا فقر دم، ضروري نشوف الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة. حتى لو ما كان عندكم هالعوارض والعمر فوق 45، ضروري نعمل الكولونوسكوبي أو النضور للكشف المبكر عن سرطان الكولون.